صوت في اللوكيشن اسمع 3 2 1 دي الفقره اللي هتزعل ناس كتير قوي مني. انا اسف مقدما، حتى كتبت رغبتي ان انا عايز العب في النادي الاهلي عشان وقتها كان في كلام ان انا ممكن اروح نادي الزمالك او نادي الاتحاد. حاصل ضرب 40 في 150. ايه السؤال ده؟ عشان الماتش ده لو كنا كسبناه اكتر من 18 تقريبا بونت كنا نتاهل الاولمبياد دايركت. ممكن قبل وفاته بوقت قليل كان معانا رئيس بعثه في السوبر في البحرين ضد الزمالك. طب احنا هنعيد عشان ماما بتتكلم. لحظه واحده، اوعى تعملوا كده، علاقتي بامي هتتكسر. لو كنت لاعب كره قدم تحب تكون مين؟ اكيد ابو تريكه. لو في ايدك تختار شخصيه عالميه واحده تقابلها هتكون مين وليه؟ هتوصل للعالميه. اسماء جلال، سلاوية، الدوطه، ايرام، مش هتشموها. استنوني على يلا كوره. ايهاب امين.